السلام عليكم. لن تصدق ما هي فوائد التبول عند الاستحمام. يقوم الناس جميعا بالاستحمام، ولكن هناك بعض الناس يقومون بأشياء مضحكة عند البعض، وتكون هذه الأمور مشمئزة عند البعض الآخر. ومن هذه الأمور التبول تحت الدش وأثناء الاستحمام، فالأطفال هم أكثر من يقومون بفعل هذا الأمر. ولكن عندما تسمع أن أحد كبيرا يقوم بذلك ربما تضحك عليه، ومن يفعل ذلك من الكبار يكون سرا لا يخبر به أحدا. فهل تخيل أن هذا الأمر فيه فوائد صحية للإنسان؟ فالكثير سيقول أي فوائد في التبول أثناء الاستحمام. فمن أهم فوائد البول السائل عند الإنسان هو مطهر للجروح، وقد استخدمه الناس قديما في تطهير جروحهم. فإن البول السائل ليس فيه ضرر على جلد الإنسان، بل هو مطهر له ويمنع العدوى من الأمراض. وذلك لكون أن البول السائل يحتوي على أهم المكونات التي تقوم علاج الأمراض الجلدية الخطيرة. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوه مع من تعرفون، ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو وتشترك في القناة.